Radio da Banga. هنا راديو دبنجا. اللحظات التالية أعزائي سنقضيها مع برنامج إرشادات صحية. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلنا في دارفور في مسكرات النزوح ومسكرات اللجوء. الليلة احنا عاوزين نتكلم عن واحدة من المشاكل المهمة جدا اللي بتواجه أهلنا هناك، هي مشكلة تلوث المياه. تلوث المياه من المشاكل الصعبة جدا جدا، لأنه المويه لما تتلوث بتعمل لنا أمراض كثيرة جدا. واحدة من مرض الكوليرا وبيجي شكل وباء، وأمراض تانية مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحدة من الأمراض اللي بتجي من تلوث المويه. وفي المرض بتاع الدسنتاريا دي برضو من الأمراض المويه الملوثة. وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا للشفاة الصغار، الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف المويه دي بتتلوث كيف. المويه بتتلوث في مراحل. اول حاجه المحل اللي بنجيبه، لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخه، لو كان دونكي، ممكن المويه تتلوث هناك. نمره 2 المعون اللي بيشيل جوه المويه ذاته، سواء كان جركانه، جردل، او الباغه، او اي حاجه دي ممكن المعون ده يكون سخان ويلوث المويه. الحاجة النمرة 3 بعد ما المويه نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه المويه، بنخزن فيه المويه، ممكن يكون سخان والمويه يقوم تتلوث. اخر حاجة المعون اللي بنغرف به المويه نشرب به زي الكوز المويه، ممكن يكون ملوث وده يقوم يلوث لنا المويه اللي احنا نقوم نشربها. تلوث يعني بنتي كمية من الامراض، والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا، بالذات للاطفال ممكن تعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات، والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل، ممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الاحصائيات انه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في الماسكرات. واحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. انا زي ما قلنا المويه احنا نجيبها في الجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة اللي بنجيبها المويه او الجردل او اي او الباغة او اي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها المويه. يعني المويه بعد ما شلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جاب منه المويه متأكدين مثلا كان حفير او بير، واحنا متأكدين ممكن المويه تكون ما نظيفة، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة، او لو ما في ممكن نحطها في الشمس. بعد ما خدناها في الشمس ممكن نجي بدل نصفيها قبل ما نكبها في الزيت، لو كان احنا ما متأكدين المويه جاب منها مويه نظيفة ولا كده. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نحطه في حتة عالية، والكوز المويه ذات بنشرب مفترض نحطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاة الصغار. التلوث بتاع المويه في البيت بيكون من الشفاة الصغار، لان الشفاة الصغار بعض المرات ممكن يتبرر اخوانه في البيت وكل يكونوا ما عارفين، وبعد التبرد الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع المويه ويدخل يدخل يده في الزير ويحاول داري يشرب مويه، كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نحط الزير في حته عاليه ونحط الكوز برضه في عاليه، الطفل ما يقدر عليه، لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها يعني فاده الاثار دي. الحاجه الاخيره، لو اي طفل اصاب باسهال، شعرنا ان الطفل ده اصاب باسهال، لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه بيكون لين واكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض سوائل، ومن هالترويه دي موجود يمكن كل الامهات وكل الابهات وكل الاخوات يمكن بيعرفوا، لانه لو مشوا اي مركز صحي او اي شفاخان يمكن بيلقوه. وبيجي شكل ظروف الضرب بيتحل في 6 كوباية بتاعت مويه، الكوبايه الكبيره في السودان بنسميها عثمان حسين. بدا كل ما الطفل اسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل للمركز الصحي. ما لقيت منها الترويه، لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكده، ممكن امه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لانه في بعض من الاخطاء يعني الام بتقول لانه طفل عنده اسهال يعني بيتخيل انه اللبن يمكن هو بزيد الاسهال، بتقول وقف الرضاعه خطا، يعني لازم يتواصل في الرضاعه طوالي، ده واحد. ونمرة 2 يجيبوا المويه العاديه دي يكبوا فيها شويه سكر وشويه ملح لكن بكميات بسيطه، لانه لو كبيت سكر كثير ممكن السكر بيزيد الاسهال، يعني العصير في حد ذاته ممكن يزيد الاسهال، لكن هذا فيها سكر وممكن تزيد الاسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانيه، لو في المدن ممكن زبادي، لكن الروب العادي ده الروب الحامض ده من الحاجات الكويسه جدا جدا اللي بيوقف الاسهال. يعني طفل لو يعني عمره اكثر من 2 سنين يعني او فاتت الطول بتاع الرضاعه، عشان مفترض المويه دي تكون نظيفه. وانا عشان نضمن المويه تكون نظيفه مفترض المويه دي نغليها وبدك نبردها، بعد ما تغليها بدك تبردها بدك تضيف عشان تضمن ان المويه دي ذاتها ما ملوثه، لانه انت ممكن الطفل يكون هو ما
مريض بيسهل لانه المويه ملوثه وانه بنجي نديه تاني شنو مويه ملوثه كده. المويه دي لازم احنا نضمن المويه نديها له المويه دي تكون ما ملوثه, مويه نقيه ما ملوثه. واحنا عشان نضمنها بنضمنها انه نسخنها, بعد ما سخناها بنقوم نبردها فيها نكون فيها المقادير البسيطه دي. لكن افضل شيء هو ملح التروي يعني. حتى لو في واحد من الامهات ما عندها ملح التروي ممكن تمشي لاقرب شفخانه واقرب لمركز صحي وهو الدبت بيدوزها مجانا يعني. اي بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه. بعد 24 ساعه لازم تدفقه, لو ما كملوا تدفقه تحل كيس ثاني. لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت, البيت كله بيكون ما مرتاح. واحنا من الافضل نعمل الحاجات البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا في الامراض اللي تكلمنا فيها هسه. راديو دبنجا يشكر راديو دبنجا لانهم هم ممكن يعني بينوروا اهلنا الموجودين في دارفور بصفه عامه, وبذات المعسكرات بتاعت النزوح واللجوء بصفه خاصه, وبتناولوا قضايا فينا مهمه جدا جدا يعني. قضايا صحيه, قضايا بتاعت بيئه, قضايا يعني قضايا اجتماعيه, ممكن هي قضايا فعلا مؤثره في اهلنا الموجودين هناك يعني, وممكن تغير في حياتهم. المعلومات البسيطه اللي هم بلقوها عبر راديو دبنجا ممكن تغير في حياتهم بصوره كبيره جدا جدا. شكرا دكتور سلام حسن عبد الله لإفادته ومعلوماته حول تلوث المياه.